السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم جدا للبحث العلمي، بيتورق جوه الابحاث على اي كلمة انت عايزها ويبدأ ان هو ينظمهم. مثلا لو انت بتدور على الداتا مايننج هتكتبها هنا وتدوس سيرش، فبيبدأ يجيب لك نتائج البحث بالشكل دوت. فممكن تقول له انا مثلا عايز الكلمة دي موجودة في الايكونوميك، اللي موجودة في الادوكيشنال، موجودة في الانجينيرينج مثلا، بحيث يفلتر لك نتائج البحث. انا عايز الابحاث اللي من سنة كذا سنة كذا، فمثلا ممكن تقول له اخر السنة دي مثلا او اخر سنة، فيجيب لك الابحاث اللي هي الحديثة. تمام، انا مش عايز غير الحاجات اللي يكون فيها PDF. تمام، هو بيفلتر لك هو PDF اهوت، بس ممكن تقول له فلترهم لي، انا عايز الحاجات اللي يكون فيها ملف PDF. الأسر ممكن تحدد مين الناس اللي انت عايز تحمل الأبحاث بتاعتهم، ممكن تحددها من خلال الجورنال أو المؤتمر اللي اتنشر فيه البحث. ممكن ترتبهم بقى حسب في كم اقتباس، في كم حد استعان بالبحث دوت، ممكن تنظمهم بالشكل دوت أو بالشكل دوت. وممكن كمان تشترك في القائمة البريدية بحيث لو في أبحاث جديدة اتنشرت يجيلك ايميل منه.